يعطيكم العافية. راح نبلش بموضوع الانتربتس. موضوع الانتربتس سهل وما فيش فيه اشي، يعني هو لازم تكون انت فاهم اللي قبل. اذا فاهم اللي قبل امورك تمام، بس هو ملاحظات بسيطة عليه وشوية كونسبت. يعني حاول شي احكي عن الكونسبت تبعه، شو هو عبارة عن، شو هو بيعمل. بعدين راح احكي انواع الانتربتس. بعدين راح احكي عن شوية شغلات هيك بتفيدنا قبل ما نبلش كودس يعني. طيب وش يعني انتربت؟ هو عبارة عن روتين او سب روتين. كيف يعني سب روتين؟ يعني عبارة عن فانكشن مش جوا المين. هاي الفانكشن بيعملها بس يصير اشي معين. يعني مثلا مثال بسيط، انت بتعمل كود. شو اللي بيعمل الكود؟ bit to bit bin c bc4 الى port c bc2 مثلا. هذا كودك، هذا هو اللي بيعمله. هو البروسيسر قاعد بيعمل هذا الاشي، حاطه جوا while 1. تمام، هذا كودك، هذا اللي بنعمل بضل يعمل فيه. تمام، لكن انت بتكون مثلا مشغل اشي انتربت. هذا انتربت شو بكون؟ مثلا الانتربت بكون انه انت بتحكي له انه مثلا صار تغيير على سويتش من السويتشات. مثلا انت كنت مركب سويتش معين وسكرته. هل السويتش هو هون؟ لا مش هون، ما كانش بي سي 4، كان واحد من السويتش ثانيه وانت مشغل عليه انتربت معين. يعني شو بيعمل؟ بيعمل انتربت. شو يعني انتربت؟ يعني تدخل، بتدخل. يعني زي مثال، ابسط مثال على الانتربت، الكمبيوتر. انت بتكون مثلا قاعد على الكمبيوتر اوكي او على لابتوب وبتشتغل عليه. لو كبست مثلا وانت بتشتغل فجاه كبست الريستارت، شو بصير؟ بترك كل إشي بيعمله الكمبيوتر، كل إشي بيعمله بطفي. ايش الكمبيوتر بطفي؟ بطفي، بيعمل ريستارت صح. هذا انتربت، هذا نوع من الانتربت صح. بترك الشغل. شو الشغل اللي عليه؟ هذا الشغل اللي عليه، هذا هو قاعد بيعمل هاي. بترك الشغل بروح وين؟ يعمل، بروح على مكان معين، فانكشن تمام، فانكشن لها اسم بعدين بنحكي عنها اوكي. وبروح يعمل، شو بده يعمل مثلا؟ طبعا في انواع للانتربت. مثلا ريستارت، يعني مثلا لو صار في ريستارت على الجهاز شو بدك اياه يعمل؟ مثلا يطبع على الشاشه انه ريستارت. مثلا اسبرنت اف ريستارت كذا 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 مثلا. انا بعطي مثال بسيط اوكي. فانت بتحكي له شو يعمل، ما في اشي فيكست بيعمله. انت ايش بتحكي له شو يعمل بالانتربت؟ لكن شو هو الاشي الفيكست؟ شو هو الاشي الفيكست اللي حيصير؟ انه راح يترك شغله تمام، راح يترك شغله وروح شو يعمل؟ يعمل الفانكشن هاي ويرجع على المكان اللي تركه. لكن ايش الشغل بتركه؟ ركزوا على هاي الشغله، assembly language instruction مش سي. ليش؟ الانتربت عباره عن شيء بالassembly تمام. يعني مثلا البت تو بت، يعني مثلا انت بتحكي لي بترك البت تو بت او بروح يعمل شيء ثاني. البت تو بت عباره عن شو؟ هي عباره عن كمشه assembly instructions. يعني عباره مثلا 1 2 3 4 5 5 assembly instructions. هاي البت تو بت، كل هاي القصه البت تو بت مثلا. فايش هو بده يعمل؟ بده يروح هون مثلا، هون صار الانتربت، بترك خلص هاي، بخلص شغله، بخلص هاي وبحفظ اشي اسمه return address، خط رجعة مشان يعرف وين يرجع، وين درجع، بدرجع عند هاي. انا كنت عند هاي مثلا وصار انتربت، بخلص شغله assembly language instruction. ركزوا، مش سي، مش هون بترك شغله. يعني بتقول لي لا على اسمبلي، هاي بكون عباره عن خمس كودات اسمبلي مثلا. بترك شغله هون بس يخلصها، بس خلص هذا الانستراكشن مثلا. وين بروح؟ بروح على الانتربت بخلص. وين برجع؟ على الريتيرن ادرس، هذا العنوان. وبيعمل ايش هاي؟ وروح يكمل اللي عليه، برجع بعدين مثلا يرجع يعمل، بضل يعمل بده اياه لحد ما يصير انتربت. بخلص الانستراكشن هاي اللي هو هسه فيها، بروح يعمل الانتربت، برجع وين؟ على الريتيرن ادرس تبعه،
على الريتيرن ادريس تبع. هذا هو الكونسبت تبع ايش الانتربت، هذا هو الكونسبت تبع الانتربت. ومره ثانيه ايش بصير جوا الانتربت هاندلينج سب روتين او الروتين تبعته للانتربت؟ ما في ايش فيكست، انت بتحكي له ايش يعمل، انت بتحكي له ايش يعمل. لكن لكن ايش الايش الفيكست مره ثانيه؟ انه حيتركه، حيترك شو يخلص شو الانستراكشن اللي هو فيه حاليا ويروح يعمل اشي معين. هذا الاشي كل انتربت، كل نوع انتربت له اشي خاص، يعني مكان خاص، يعني مثلا له فانكشن خاص. يعني خلينا نسمي مثلا مثلا تايمر 1 اسم الفانكشن مثلا، انا هيك خبصت اشي من عندي، تايمر 1 اسم الفانكشن. لو صار اشي على تايمر 1 مثلا نحكي عنه بعدين، بروح يعمل هذا الاشي. وهيك مثلا اسمها ريستارت الفانكشن هاي الريست مثلا، اوكي بروح بس يصير ريست بيعمل هاي الفانكشن وبرجع. بس شو جواتها انت بتحكي له؟ اوكي طيب طيب خلينا نشوف انواع الانتربتس، خلينا نشوف انواع الانتربتس. خلينا نشوف انواع الانتربت. في انتربتس هلا اسمه INT0 INT1. هذول وين موجودين؟ يعني انا مش متذكر منيح، بس كانه على BD2 BD3 حسب ذكر. BD2 BD3 بعرف اذا مكتوبه هون انها BD2 ولا BD3 بس طيب اوكي غالبا BD2 BD3 يعني 99%. المهم هاي الانتربت موجود وين؟ على BD2 BD3. طب شو بيعمل؟ شو انتربت هذا؟ انت بتكون ركبت سويتش على BD2 مثلا. هلا BD2 وضعه الطبيعي ايش بيعمل؟ عادي بين طبيعي ولا انتربت ولا اشي، صح؟ طيب هذا الاشي صح، هذا الاشي صح، بس انت ايش مالك؟ بدك تشغل انتربت مثلا، بدك تشغل انتربت على هذا الهاي. شو يعني تشغل انتربت؟ يعني بدك اياه يعمل انتربت، يروح على فانكشن معين يعمل شغلات اذا صار اشي معين. اشي معين وين؟ على هذا البن اللي اسمه BD2. تمام BD2 اللي هو INT0 BD3 INT1. بتلاقي جنب اسمه هيك INT1 INT0 لكل واحد. ليش؟ انه بيعمل فانكشن ثاني غير اللي هو بيعملها اصلا. تمام طيب نشوف مثلا مثال بسيط يعني، بس لازم تعمل انيبل للانتربت. ليش؟ الوضع الطبيعي انتربت ماله مش انيبل. عمرك انت صار معك اشي انه راح يعمل فانكشن؟ لا ما بروح الا لو انت قلت له اعمل انيبل لهذا الانتربت. اوكي فخلينا نشوف الشغلات بعدين احكي عن انيبل، هيك بتصير تفهم اكثر الانتربت. يعني مثلا مثلا نروح على INT1. طبعا 1 و 0 نفس الاشي بس كل واحدة عبن، يعني انا مش هحكي يعني احكي لك هاي INT1 خلينا نحكي عن INT0، لا خلص هحكي INT1 ونفسها 0 بس كل واحدة عبن. هاي عبي دي 2 هاي عبي دي 3 كل واحدة بدها انيبل. يعني لو انا شغلت هاي، هاي ما بتشتغل لازم اشغل هاي. تمام كل واحدة إلها انيبل. خلينا نشوف INT1 بحكي لك اذا حطينا على في ريجستر. احنا دائما شو وظيفة هاي الريجسترز؟ ريجستر موجود اسمه EICRA External Interrupt Control Register A. شو اسمه؟ External Interrupt Control Register A. هذا الريجستر لو حطيت فيه اشي، هذا حطيت بيعمل اشي معين بالكود. تمام نفس الاشي هذا EIMSK، هذا الـ EIMSK شو بيعمل؟ External Interrupt Mask Register. في اشي اسمه EIFR هنحكي عنهم، External Interrupt Flag Register. اوكي وفي كمان يعني المهم هذا الريجستر لو حطيت فيهم قيمة كل بت إلها معنى. تمام طيب خلينا نشوف هاي. نفترض انه enabled، نفترض انه شغال interrupt. اوكي بعد شوي بحكي عن enable. نفترض انه شو ماله شغال interrupt، خلينا نشوف شو بيعمل ايش بيعمل. يعني مثلا هذا الانتربت، هذا الانتربت اللي هو الانتربت تبع INT0 INT1 الموجودات على BD2 BD3 افترض انه شغلته، شو بتكون انت مبرمجه؟ لو حطيت ب ISC01 و ISC00 صفار شو بدي يطلع لك؟ بقول لك the low level of INT1 generates an interrupt request. شو يعني؟ يعني لو INT1 اللي هي شو BD3 INT1 اللي هي BD3 كان اللوجيك اللي عليها صفر شو بصير؟ بعمل interrupt بس، بعمل interrupt. لو اللوجيك اللي عليها صفر شو بيعمل؟ بيعمل انتربت. تمام بس هذه بروح يعمل فانكشن معين لو اللوجيك صفر. شوف الثانية لو حطيت 01 اني لوجيكال تشينج اون انتي 1 جنريت ان انتربت ريكوست، يعني اي تغير، يعني لو فتحت السويتش سكرته فتحته
اي تغير على السويتش شو بيعمل؟ بيعمل انترب، بروح يعمل الفانكشن اللي بده اياها. تمام؟ طيب the falling edge of int1، يعني لو كان VCC وحطيته لو من هاي لود للو شو بيعمل؟ بيعمل انترابت. رايزنج ايدج اذا من لو لهاي شو بيعمل؟ بيعمل انترابت. بس هاي فايش فكره الانترابت؟ انه انت هون بتبرمجه زي ما انت بدك الاي ان تي، والاي ان تي طبعا ايش؟ نفس الشيء. طيب شو بالنسبه للانيبل؟ شو بالنسبه للانيبل؟ هلا مشان تعمل انيبل، عشان تعمل انيبل في شيء اسمه خان يوم نص مية. متذكرين إذا متذكرين بالمايكرو بروسيسور يعني أخذنا إشي اسمه ستاتس ريجستر. أوكي هسا الستاتس ريجستر بالأسيمبلي، بالأسيمبلي كنا نكتب عليه S سوري مش S S كنا نكتب عليه مباشرة، يعني كنا مثلا اسمه اسم الستاتس ريجستر في الأي في آر تبعنا S R E G A V R ستاتس ريجستر. أوكي تمام. طيب احنا ما بنروح على اس ار اي جي وبنحط عليه مباشره، هاي اول شغله ما بنحط عليه مباشره. اوكي ما بنحط عليه مباشره، مره ثانيه ما بنحط عليه مباشره. هذا في إشي اسمه اي جلوبال انتربت انيبل. هاي الاي بت عباره عن ايش؟ هاي هي اللي بتعمل انيبل للانتربتس، بس ما بتعمل لكل الانتربتس. الانتربت كيف بيشتغل؟ كيف بيشتغل الانتربت؟ بيشتغل زي كانه زي كانه سويتش، زي كأنه قاطع، قاطع الكهرباء. تمام زي كأنه هيك بيشتغل الانتربت، ومرات أكثر من ليفل، يعني مرات في مثلا زي هيك ثواني مثلا اوكي زي هيك كانهم بيشتغلوا الانتربت. هلا غالبا اغلب الانتربت 2 ليفلز بس في انتربت 3 ليفلز هسه بنحكي عنهم. شو يعني 3 ليفلز؟ زي كانه قاطع الكهرباء، لو انا فصلت القاطع الرئيسي هذا شو بصير؟ كلهم بيفصلوا ولا ايش شغال. طب لو شغلته هدلاك بيشتغلوا؟ لو شغلات بيشتغلوا، ركزوا على كلمة لو شغلات بيشتغلوا، يعني مش بالضرورة يشتغلوا، مش بالضرورة يشتغلوا. فإحنا هنا عنا شو؟ لو أنا مثلا هات سكرته تمام وهات سكرته تمام، اشتغلوا؟ برضو ما اشتغل هذا الانتربت، هذا نوع الانتربت، هذا الانتربت ما اشتغل لسه. طب لو سكرت هذا بيشتغل، فلازم أشغل كل إشي. هذا هو المتحكم الرئيسي، البرين تبعهم صح كأنه تمام. هذا هو البرين تبعهم، هو المتحكم الرئيسي. فمشان أشغلهم لازم أول شيء أشغل هذا. أي انترب، أي انترب بدي أشغله لازم أشغل الرئيسي. إيش هو الرئيسي؟ الجلوبال انترب تنهي بالآي آي هذا تمام. فإذا طلعنا هون الاس ار اي جي شو لازم نشغل فيها؟ الاي الايو بالانتربت انيبل لو بدنا نشتغل انتربت. اوكي طيب كيف بدنا نشغله؟ كيف بدنا نشغله؟ ما بنكتب على هذا مباشره. انت واحد بيقول لك خلص نكتب مباشره بتحط واحد وخلص بيشتغل امور وكل شيء تمام، لا ما بزبط. في انستركشن معين بتشغله اللي هي هاي اس اي اي، شايفينها SEI افتح قوس سكره enable global interrupt i equal n sreg شايفينها؟ هاي هاي بتعمل enable لشو؟ للانتربت. فهاي اي كود انتربت، اي كود انتربت بدك تعمله لازم شو تعمل؟ تحط هاي 1 اول اشي لو ما تفكر على طول اكبس تك تك اول اشي اكتبها تمام؟ مشان تعمل enable لكل الانتربت، بس ما بسوي enable لكلهم زي كأنك سكرت القاطع هسه بتختار مين بدك. اوكي طيب انت شغلت هسه انا بدي اشغل مثلا انتربت معين، انا بدي اشغل انتربت اي ان تي 0 مثلا، هذا شو بدي اعمل؟ بروح على اي ام اس كي وبشغل اي ان تي 0 بحطه 1، بس بدي اشغل اي ان تي 1 الانتربت تبعه
احط هذا مونو. طب هل هيك؟ اه هيك بكفي. بس لاحظوا انا شو حكيت، حكيت انه بعض الشغلات فيها 3 ليفلز، بعض الشغلات 2 ليفلز. هاد 2 ليفل كيف يعني 2 ليفل؟ يعني مشان اشغل انترب تبع اي ان تي 0 شو لازم اعمل؟ اول شيء، اول شيء اشغل الجلوبال انترب، تمام. ثاني خطوه شو اشغل؟ الانترب تبع اي ان تي 0. كيف؟ اروح على اي اي ام اس كي بشغله 1 بس، تمام، بحطه 1 بس. هاي طيب اوكي طيب اوكي هاي هي بالنسبه لهذا النوع الاي ان تي 0 اوكي. طيب طب لو صار انتربت، لو صار انتربت على اي ان تي 0 تمام، في فلاجز، هذول الفلاجز احنا اذا بدنا نستخدمهم يعني، هو مش مهمات اوكي، بس لو بدك يعني شو الفلاجز بيعملوا هذول؟ واحد مثلا حكى شو هذا الاي ان تي اف، هذا الاي ان تي اف صفر بكون، بس يصير انتربت، بس يصير انتربت شو بيعمل؟ بس بصير واحد بس، هذا هو وظيفته، هاي هي تمام، هاي هي وظيفته، بس يصير انتربت شو بصير؟ صفر واحد بس. يعني مثلا صار انتربت على اي ان تي 0 مثلا، كان شغال برنامج وبيشتغل، هاي لساته صفر وهذا 1 شغال انتربت، الانتربت شغال بس ما صار انتربت، ما راح يسوي فانكشن، بيمشي بيمشي البرنامج، شو صار؟ صار انتربت. شو بصير بالاي ان تي اف 1 الفلاج 1؟ فلاج شو يعني فلاج؟ هو عباره عن انديكيشن انه صار انتربت، بس انديكيشن لك يعني اوكي. طيب يعني ما راح نحتاجه كثير الفلاج، بس يعني لو مثلا متى قال لك متى بصير الفلاج 1؟ بس يصير انتربت على انتي 0. إيه مثلا كيف بخليه صفر؟ كيف بصفره؟ بكتب عليه 1 بس، هاي سؤال كثير سهل، كيف بصفر الفلاج؟ بكتب عليه 1 بس اوكي. طيب طيب خلينا نشوف نوع ثاني، نوع ثاني. في انتربت موجود على كل سويتش، كل سويتش بيسموه البن تشينج انتربت. البن تشينج انتربت، شو البن تشينج انتربت؟ هو انتربت ما بيغلبك زي هذا، مش زي هو شبه الاي ان تي 0 يعني، بتحسه شبه، بس شو الفرق؟ هل الاي ان تي 0 وين موجود؟ عندي بي دي 2 بي دي 3 بس، يعطيك العافيه اوكي. وشو له؟ له خصائص يعني، انت لازم تحدد هذول. هذاك مور سمبل، مور سمبل اوكي، مور سمبل. هات شوف كيف لو ليفل فولينج ايدج، يعني انت بتحدد شو بدك، اني اني لوجيكال تشينج. بالنسبه للبن تشينج انتربت موجوده على كل السويتشات، يعني كل سويتش له بن تشينج انتربت. فاول شيء، اول شيء شو البن تشينج انتربت؟ ببساطه 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 هاي البن تشينج انتربت بتقول له اعمل انتربت لو صار تشينج على واحد من السويتش، هذا السويتش اوكي. لو سكرت السويتش بيعمل انتربت، لو فتحت السويتش بيعمل انتربت، اي لوجيكال تشينج بيعمل، بس لازم تعمل له انيبل. كيف بدي اعمل له انيبل؟ ركزوا، مثلا مثلا انا بدي اعمل انيبل لهذا، هو موجود وين؟ على كل سويتش. عيد، وين موجود؟ على كل سويتش. وهسه بنفتح الجدول، على كل سويتش يعني كل سويتش له انتربت هذا اوكي. لو انا بدي اعمله على بي سي 3 مثلا، بدي اعمل بن ليفل تشينج انتربت على بي سي 3. شوفوا اول شيء شو بعمل؟ انيبل لايش؟ للانتربت. كيف بدنا نعمل؟ اول شيء انيبل للجلوبال انتربت اس اي اي تمام. بعدين لاحظوا، تذكروا بالاي ان تي 0 كان تو ليفل، اول شيء اس اي اي بعدين اعمل انيبل للاي ان تي. هون لا، بالليفل تشينج انتربت في 3 ليفلز. اول شيء بعمل انيبل للجلوبال، بعدين بعمل انيبل للانتربت على بورد سي. انا وين بدي؟ بورد بي سي 3. وين موجوده بي سي 3؟ على بورد سي. فبعمل انيبل للانتربت اللي على بورد سي، هسه بحكي كيف. بعدين بعمل انيبل للانتربت اللي على بي سي 3. فكم ليفل؟ 3 ليفلز، 3 ليفل. نشوف نشوف كيف بدنا نعمل. في شيء اسمه بي سي اي سي ار، بن تشينج انتربت كنترول ريجستر، اللي هو بي سي اي سي ار. شو بدي احط؟ هذا بحط فيه انيبل للبورت كامل اللي انا حكيته قبل شوي. انا شو بدي اشغل؟ بورت سي ولا بي ولا دي؟ بورت سي، بدي اشغل بورت سي كانتربت. فهذا فتحنا القاطع، لازم نحط فيه واحد اوكي.
سكرناه خلينا واحد يعني شغلنا الانتربت لبورت سي، بس لسه احنا ما شغلنا لبورت سي اللي انا بدي اياه اللي هو بي سي 3، احنا بس شغلنا لبورت سي ولسه يعني زي كانه هاي يعني بديك الصوره هاي. انا سكرت هذا القاطع وهذا سكرته، طب هذول فتحات استفدنا اشي ولا استفدنا اشي؟ صح، هذا 3 ليفل، فشو بدي اروح؟ بدي اروح على هون البي سي اي اف ار. البي سي اي اف ار طبعا شو البي سي اي اف ار؟ اي فلاج بين تشينج انتر فلاج ريجستر. شو البن تشينج انتر فلاج ريجستر؟ اول شيء قبل ما احكي عن هذول، شو البن تشينج؟ بس يصير انتربت اعيد مره ثانيه وثالثه ورابعه، بس يصير انتربت على بورد سي ولا بورد بي ولا بورد دي، بس يصير انتربت، اوكي، بس يصير انتربت على واحد منهم. مثلا فجاه انت غيرت هذا، مثلا وينه ال هذا، سكرت السويتش مثلا، سكرت السويتش، شو بدي يصير وانت مشغل انتربت على فرض انك مشغلهم؟ بعدين هسه بحكي عنهم، بس انه سكرت السويتش شو بدي يصير بالفلاج؟ بدي يصير اي واحد تبع بي سي، لانه صار انتربت، لو انه صار انتربت بين تشينج انتربت، لانه هذا صح اي لوجيكال تشينج. طيب هذا بصير 1، بنعرف الفلاجز وخلاص، يعني المهم انه اذا صار انتربت على بورد سي او دي بصير هذا 1 فلاج انديكيشن. طيب اوكي. طب انا بدي شو؟ ايش بدي؟ بدي بي سي 3 صح؟ اوكي، هذا لبورت دي. كيف يعني لبورت دي؟ مش انا حكيت كل سويتش إلو بن تشينج انتربت؟ صح، فبورت دي إلو لكل بن بي دي 0 بي دي 1 2 3 4 5 كلهم إلهم ايش؟ كلهم إلهم بن تشينج انتربت. فانا لو مثلا بدي اعمل انيبل ل بي دي 0، شو بعمل؟ بحط بهذا 1 طبعا بدي احط بالبورد دي 1 اللي هو اللي قبل حكينا عنه مثلا، صح. لو بدي بي دي 3 مثلا بدي احط هذا 1، بس انا ما بدي هذول ولا واحد منهم، فهذول صفار يعني خلاص، اصلا صفار ولا بلمسهم. طيب بي بورد سي انا شو بدي؟ بي سي 3، فشو انا بحط؟ بروح على 0 1 2 3، بروح على هاي البت اللي اسمها بي سي اي ان تي 1 1، هاي مش 1 هاي 11 1 1، زي ما انت شايف هاي 1 2 1 3، اوكي، بروح على هاي البت، هذا الريجستر بي سي ام اس كي 1، هاي البت شو احط فيها 1، هيك شغلت شو الانتربت على بي سي 3. وكيف شغلت الانتربت على بورت سي؟ هاي هون شغلت الانتربت على بورت سي، حطيت على هاي واحد، وشغلت برضو الانيبل انتربت عن طريق اني حطيت اس اي اي، صح تمام. فهيك اشتغل، هيك اشتغل تمام. بس فلو انا هذا البن تشينج انتربت، متى بصير انتربت؟ متى بعمل انتربت بس اني لوجيكال تشينج، تكبس كبسه مثلا بتغير، بعمل انتربت اوكي. طيب ان اوف اي بدك اياك، يعني لو نزلته ولا فتحته على الجهتين بعمل انتربت. طيب خلينا نشوف الانتربت، انواع الانتربت بشكل سريع، بعدين بنطلع على الامثله، او مش على الامثله، بدي كمان احكي عن شغله. طيب اول شيء في الريست، طبعا هذا الادرس بالاسمبلي، ادرس بالاسمبلي، يعني لو بالاسمبلي بدنا نكتب اوريجين وهاي القصص، ومشان المهم يعني احنا بالسي فمهتمش بالادرس كثير يعني، بس هون انا بيهمني الانتربت، ومش كلهم حتى بعضهم يعني. هسه الترتيب اول شيء حسب البرايوريتي. كيف يعني حسب البرايوريتي الترتيب اللي محطوط؟ يعني في إشي اسمه أولوية، أولويات. كيف يعني أولويات؟ يعني في انتربت زي الريست، الريست هو أعلى أولوية، اللي فوق هو أعلى أولوية واللي تحت أقل أولوية. كيف يعني؟ مثلا أنت بتشتغل على الكمبيوتر مرة ثانية كبست ريستارت، بتطفي كله، بترك كل إشي بعمله، شو بصير؟ أي انتربت موجود بتركه، بطنشه، شو بعمل؟ بعمل ريست. فالريست هو الهايست برايوريتي انتربت، هايست برايوريتي انتربت هو شو؟ الريست. هايست برايوريتي انتربت شو هو؟ الريست. الريست اوكي. نشوف مثلا انتربت ثاني، الاكسترنال انتربت ريكويست 0 الى اي ان تي 0 فيكتور، اوكي. هحكي عن هذا الاسم السورس، بحكي عنه. المهم اي ان تي 0 فيكتور ايش ماله؟ ثاني على برايوريتي حكينا عنه، اي ان تي 1 حكينا عنه، بن تشينج انتربت ريكويست 0، بن تشينج انتربت ريكويست 1، بن تشينج حكينا عنهم، هذول هو البورت بي وسي ودي، اوكي.
في إيش اسمه واتش دوك تايم أوت إنتربتنس، ومش يعني مش كثير مهم، بس هذول أنا بهموني، هذول بهموني لازم تفهمهم، وأنا زي ما حكيت عنهم. طيب هلا في تايمر 2 كومبير A فيكتور وتايمر 2 كومبير B، بديش أحكي عن كلهم، بحكي عن اثنين منهم. أوكي أول إشي متفقين إحنا إنه تايمر 0 ولا 1 أوكي ولا 2 مش زي بعض، زي بعض. أوكي خلينا أحكي عن تايمر 1، أحكي عن شو؟ عن تايمر 1، وكل إشي بنطبق على تايمر 1 شو هو كل إشي بنطبق على تايمر 1 إيش ماله؟ بنطبق على 2 1، وكل إشي بنطبق على كومبير A بنطبق على كومبير B. مش تتذكر الكومبير A والكومبير B نفسهم؟ مش الأوتبوت كومبير 2A والأوتبوت كومبير 2 output compare register to A output compare register to B، حكينا يعني نفس الإشي نفس الفكرة، فأنا حكي عن ثلاث منهم. أوكي طيب روح تايمر 1 أول واحدة، بس إنه في عنا لكل تايمر interrupt، هاي الفكرة بس يعني. أوكي خلينا نشوف تايمر 1. تايمر 1 capture vector، شو الكابتشر vector هذا؟ تذكروا بس كنا نعمل capture mode input capture mode، كنا نحكي إنه مثلا على rising edge حيعمل إشي يخلي الفلاج 1 ويعمل شغلات، انت بتقدر شو تحكي له؟ شو تحكي له؟ احنا كيف كنا نعمل الكابتشر؟ كنا نضلنا نراقب، كنا نضلنا شو نعمل؟ شوفوا فائدة الانترب، كنا نكتب كيف؟ شوف كنا نكتب، انا ناسي اصلا ICFR while bit test، مش كنت تعمل إشي هيك وتضلوا يستنى 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 لحد ما تصير 1 تعرف انه صار رايزنج ايدج صح؟ الانترب شو بحكي لك؟ بقول لك هاي ولا بنحتاجها ولا تعمل له، هاي بتشغل البروسيسر، بضل البروسيسر عالق فيها يضل يدور يدور يدور، انت بدكش تخلي البروسيسر يضل يدور على شيء تمام؟ بدك تخليه يشتغل الشغل بده اياه. لو صار هذا الاشي، شو هذا الاشي كان؟ رايزنج ايدج، يعني كنا تذكروا بدي على الرايزنج ايدج صح؟ بعدين كنت على الفولينج ايدج، انا بدي على الرايزنج ايدج مثلا فشو بكون عامل مثلا اذا صار رايزنج ايدج؟ شو يصير هلا بالوضع الطبيعي؟ كنا ايش نعمل؟ كنا نكتب وايل بت تيست كذا كذا كذا، ونضلنا نستنى نستنى لحد ما يصير رايزنج ايدج ويعمل إشي. هون لا، ما بيوم هاي شو تعمل؟ تعمل انتربت، تشغل انتربت تبعها. الانتربت تبعها متى بيشتغل؟ على رايزنج ايدج مثلا، او حسب انت مبرمجها فولينج ايدج تمام. شو بيعمل؟ بتقول له مثلا شغل هالانتربت تبع الكابتشر مود، شو بيعمل؟ بيشتغل شغله طبيعي، بيشتغل شغله طبيعي، بس يصير انتربت اللي هو الرايزنج ايدج شو يعمل؟ يعمل فانكشن معينه، يعمل فانكشن معينه، فانكشن معينه اللي انت محدده. مش هذا الشيء احسن؟ بدل ما انت تكون ضلك بت تيست بت تيست، خلص فانكشن معينه ها صار هذا الشيء بيعمله. اوكي فهي فكره الكابتشر. طيب نروح على كومبير A، تايمر 1 كومبير A. طب شو الكومبير A انتربت؟ ايش هو الكومبير A انتربت؟ ايش هو كومبير A انتربت؟ بيعمل انتربت لو صار كومبير ماتش بس، يعني 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 انت حطيت جوا اوتبوت كومبير ريجستر و0 A1 المهم 250 بعد 0 1 2 تك 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 وصل 250، مش وصل 250 بيعمل انتربت اون كومبير ماتش، يعني بس يوصل 250 في فانكشن معينه اوكي بعمل بدك اياه بيت توجل برند اس ال بدك اياه تمام، بس يوصل 250 عند الكومبير ماتش. شوفوا مسهلها. طيب نروح على تايمر 1 اوفر فلو فيكتور، هيا تايمر 1 اوفر فلو فيكتور ايش بتعمل؟ هاي من اسمها اوفر فلو فيكتور، بتعمل انتربت متى؟ بس يصير اوفر فلو. يعني مثلا مثلا انت حاط تي سي ان تي 0 ايكوال 100، انت هيك حاطه، فايش بعد 100 101 الى اخير لا يوصل 255 بعدين بيعمل اوفر فلو. بس يصير اوفر فلو شو بيعمل؟ بيعمل انتربت، بروح على فانكشن معينه وبيعمل انت حاكي له يعمله. طبعا لازم تعمل انيبل لهذا الانتربت، لازم تعمل انيبل لهي الانتربت. كيف نعمل انيبل لهذول الثلاث انتربتس اللي انا حكيت عنهم؟ شو هم؟ كابتشر كومبير اوفر فلو. مع الاسف مش موجودات جوا الانتربت، افتح تبع التايمر الشيت تبع التايمر كنت احكي عنهم انا، واحكي انه بنرجع لهم بعدين.
خلينا افتح على تايمر 1 لانه بيشمل الكل، وفي زيرو طبعا كومبير زيرو. اوكي هاي تايمر 1، هاي تي اي ام اس كي، هاي هم تايمر كاونتر انتربت ماسك. هذا بحطه 1 بس انا ايش بدي؟ بدي اشغل انتربت، بدي اشغل انتربت لشو؟ للاوفرفلو، من اسمه تايم اوت، تي او تايم اوت اوفرفلو الى اخره. هذا بشغله بحطه 1 بس بدي اشغل الكومبير ماتش اون اي. هذا بشغله بس بدي اعمل كومبير ماتش عبي انتربت كومبير ماتش عبي. اي سي اي اي 1 بحطه 1 بس بدي اشغل شو الانبوت كابتشر كانتربت، تمام انتربت تبع الانبوت كابتشر. اوكي طبعا في اشي كم ليفل هذول؟ 2 ولا 3؟ 2 ليفلز، 2 ليفلز. يعني لازم تشغل اول اشي اللي جلوبال انتربت، بعدين شو تشغل هذا خلص. ما في 3 ليفلز زي البنت تشينج، غالبا البنت تشينج بس هو الثري ليفلز، الباقي كله 2. تمام فاحنا شو شغلنا اول شيء؟ شغلنا الجلوبال انترب، بعدين شغلنا التايم اوت اللي هو التايم اوفر فلو، اوفر فلو او انيبل جلوبال انترب تو هاي بس. تمام طيب في شيء اسمه اس بي اي سيريال بريفرال انترفيس، يعني مش مهم هذا حاليا، يعني هاي انتربت معينه لليو اس ارت، ذكروا الار اكس والتي اكس. مرات انت بتقدر تشغل انتربت لهم، انه لو مثلا صار صار ار اكس ريسيفينج مثلا او ترانسميشنينج وهالحكي تقدر تعمل انتربت، يعني لو صاروا هذول الشغلات مش مهم كثير. في انالوج تو ديجيتال كونفرتر انتربت، هسه الانالوج تو ديجيتال كونفرتر شو بيعمل؟ بحول من انالوج لديجيتال. ففي انتربت لو شغلته بس يخلص كونفيرجن، يعني بس يحول من انالوج لديجيتال، بقعد مثلا فرضا بقعد ثانيه مثلا لحد يحول من انالوج لديجيتال، مثلا بقعد ثانيه ليحول من انالوج لديجيتال، بس يخلص تحويل بيعمل انتربت مثلا. هاي شغلات ما حكينا عنه الانالوج ديجيتال طبعا، ولا هذول ولا الاس بي اي اللي هو سيريال بريفرال انترفيس ما حكينا عنهم، انسوه. الاي اي ريدي، اي بروم ريدي برضو هاي ما حكينا عنها. الانالوج كومباراتور برضو ما حكينا عنه. تو واير سيريال انترفيس برضو ما حكينا عنه، ولا هات ستور بروجرام ميموري ريدي. فانا شو بيهمني بس اللي هم هذول، كل اشي فوق ما عدا الواتش دوغ تايمر، الباقي يعني مش في صوره. هاي في صوره بتبين بعض الشغلات. تذكروا البي سي ان تي هذول البن ليفل تشينج انتربت، هاي الجلوبال انتربت، هذا القاطع الاول تبع بورت دي، هذا بورت سي وهذا بورت بي. لازم اسكر هذا واسكر هذا واسكر واحد من هذول عشان يشتغل واحد منهم، صح؟ صح. يعني مثلا ما بقدر اسكر هذا وهذا اضله فاتحه، بيجي كهرباء لا بوصلش كهرباء، تمام. فلازم تسكر الثلاث هذا 3 ليفلز حكينا عنه. فاول شيء بنشغل اس اي اي، نكتب بي اس اي، بعدين نحط هذا جوا 1، بعدين نحط واحد من هذول 1 وخلص بيشتغل الانتربت، بصير يستنى اني لوجيكال تشينج اون ذات بن، اني لوجيكال تشينج اون ذات بن، اي تغير على هذاك البن بيعمل انتربت بروح يعمل فانكشن. طيب شو اسم الفانكشن؟ شو اسم الفانكشن اللي بروح عليها؟ هاي هاي اسم الفانكشن. اوكي هاي اسم الفانكشن. ايش اسم الفانكشن اللي بروح عليها؟ هاي اسم الفانكشن. شايفين هذا الاسم التايمر تايمر 1 اوفرفلو اندرسكور فيكتور، اسم الفانكشن هيك بدون ما تعرفها فوق اوكي هيك اسم الفانكشن. بتحط اي اس ار، بعدين تفتح قوس بتحط اسم ال هاي، يعني مثلا تايمر one underscore com b a underscore vict. اوكي بعدين هيك وهيك بتحط هون شو اسم اللي هون بس، وبتحط ISR. هاي ISR هذا هو الفانكشن، فهذا هو الفانكشن. بتكون كاتب كود بتحط هذا الفانكشن هون، شو بدك تكتب بيت توجل اس برنت اف اللي بدك اياه وبس خلص برجع لحاله بيعمله، بعدين برجع وين كان. اوكي وين بتحطه هذا؟ طبعا هذا فانكشن برا المين، برا المين بتحطه مش جوا المين، برا المين تمام. طيب واي فاريبل، لاحظوا اي فاريبل
variable يعني مثلا integer x equal 0 أي variable بدك تستخدمه هون بدك تعرفه global. شو يعني global variable؟ يعني مش جوا المين بتعرفه، يعني مثلا انت عندك integer main void مثلا وهي هالمين وهيك، وانت هون في عندك ISR اشي من هاي الشغلات اوكي، وبدك تستخدم هون x مثلا وهون بدك تستخدم x، ما بتعرف لي هون ولا بتعرفه هون، بتحطه هون فوق المين، بتحطه unsigned integer مثلا x equal 0 مثلا تمام، بتحطه فوق، بتحطه وين؟ global variable global، ما بت... وما بترجع تعرفه هون، خلص عرفته فوق ما بترجع تعرفه هون اوكي. طيب خلينا احكي كمان شغله مش عارف احكي عنها هسه ولا اخليها لبعدين. خليها لبعدين بس ابلش احل بحكي عنها احسن. طيب